الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، فقد وصلنا إلى أرض نبال، الأرض الطيبة بما تحويه من أناس طيبون، وزرنا جمعية حراء الإسلامية ووجدنا نموذجا جيدا من حيث المعاملات ومن حيث العلاقات ومن حيث أناس قادرين على العطاء ويحبون هذا العطاء، يحبون أن يعملون لوجه الله سبحانه وتعالى ويتفانون في ذلك. فقد وجدنا أمثلة كثيرة في هذه الجمعية جعلها الله سبحانه وتعالى ذخرا للإسلام، وعمل على إنمائها وعمل على تقدمها، وإن شاء الله تزيد مشروعاتها وتزيد أعمالها في المستقبل. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم كل خير حيث كان، وجزاكم الله خير. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن.